الحسن والحسين توأمان موريتانيان خرجا عن المألوف ومزجا الأصباغ والألوان داخل غرفة في بيتهما ليحولها إلى ورشة لرسم لوحات فنية مستوحاة من التراث الموريتاني، ويعلنان بذلك ميلاد فن جديد في شوارع نواكشوط أو ما يطلق عليه فن الجرافيتي. نبدأ الرسم على الورق كطبيعة رسم ابتدائي، ثانيا نبدأ نطبقوه بالألوان، نخرصوا الألوان المناسبة والمعبرة تقد تلحق هاي الرسالة، وثانيا الودول جدار دائما تستهدف أكثر المواطنين وأخو من حلاها كان توصل لهم هاي الرسالة، نعود نحن نجسدوها على هاي الطريق. هواية التوأمان في الرسم على الجدران ينظر إليها في موريتانيا بقدر من السخرية، وتوصف في أحسن الأحوال بالطرف الفكري في بلد لا يهتم سكانه كثيرا لجاذبية الشارع العام، أحرى أن تتحول حيطانه إلى لوحات فنية تعالج القضايا الاجتماعية وتحتفي بالفلكلور الموريتاني. فن الجرافيكي فن جديد على مجتمعنا نحن موريتانيا، كل مازال المجتمع رافضه من ناحية تاش إني يشوفك حتى عدل الفن يعدلك مجال للسخرية، والله شاك عنه سهل، مو شاكن عنه رسائل يعالج بها بعض القضايا. لا تخطئ العين قصصا وألوانا تحكيها جدران الأزقة وواجهات المباني الحكومية في العاصمة الموريتانية، يحاول من خلالها هواة الرسم على الجدران مخاطبة المجتمع الموريتاني عبر رسائل صامتة لكنها تضج بالقضايا المسكوت عنها في المجتمع. يعرف الجرافيتي بفن الكتابة على سطح عام أو خاص دون أخذ إذن بذلك بغرض تمرير رسائل سياسية أو ثقافية، لكنه في موريتانيا لم يصل بعد إلى مفهومه الحقيقي، وهو ما دفع ممتهني هذا الفن إلى المطالبة بدعم شعبي وحكومي لهوايتهم. من تحت قناة الغد، نواكشوط.